And واندثر الصوت ليدخل في الذكرى. ويتني هيوستون صارت من بين الخالدين. ماتت أسطورة غناء البوب الأمريكية، ولا يهم كيف، بجرعة مخدرات زائدة، بسكتة قلبية أو دماغية، لا يهم، التحقيقات جارية، لكن النتيجة واحدة. ويتني هيوستون وجدت بلا حياة، ممددة في غرفتها في فندق بيفرلي هيلز الفخم في كاليفورنيا، ليضع موتها حداً لعمر ابنة 48. هي مولودة العام 1963 وحياة أشهر مغنية على مر العصور. رحل الصوت في مدى الأيام، وبقيت سيرة مغنية عانت الكثير من زواج مدمر قادها إلى إدمان المخدرات، وكاد يودي بمهنتها قبل أن تعود وتستدرك حياتها وتطلق بعد زواج دام 14 عاماً من الفنان بوبي براون، أنجب خلالها ابناً واحداً هو في 20 من عمره، ولتختم بطلاقها فصلاً تعيساً واجه فيه الزوجان مشاكل عديدة متعلقة بتناول المخدرات والكحول، علماً أن براون كان سجن أكثر من مرة بسبب القيادة المخمورة وما شابه. زواج أعاق تقدم هيوستون لسنوات، إلى أن عادت بترحيب كبير إلى الأضواء العام 2006 وبإسطوانة لاقت إعجاب جماهيرها. السمراء الجميلة التي تضاعفت شهرتها بعد فيلم The Bodyguard مع كيفن كوستنر، والذي فاز بجائزة أفضل ألبوم غنائي لعام 1994، كانت أحيت آخر حفلاتها مساء الخميس كمقدمة للحفل السنوي 54 لجوائز الجريمي للموسيقى، ولم تكن لتعرف أنها آخر رسالة حب توجهها لمحبيها الذين صدموا بموتها. هذا حسب الموت دائماً، يقطف العمر في عزه لتحيا بعده الأسطورة.